بدأت جولة معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في مركز التحكم والمراقبة سكادا التابع لهيئة الكهرباء ومياه الشارقة. تعرف خلالها على كافة أقسام المركز واطلع على أنشطة وتشغيلات المركز المختلفة، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة الأحمال وشبكات الربط والاتصال عبر خطوط الألياف البصرية الحديثة التي تربط ما بين محطات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في مختلف أرجاء إمارة الشارقة ومركز التحكم والمراقبة. اليوم زيارتنا لمركز التحكم الرئيسي في الشارقة يعني مهم جدا أن نعرف شو هي خطط الهيئات للتعامل مع الأحداث، وما هي الأنظمة اللي تستخدمها الهيئات في الكنترول وفي التحكم. الكهرباء في دولة الإمارات تشهد تنوع في مصادر التوليد، ونحن كذلك نتناقش مع المسؤولين في الهيئات، ونحب نشكر الدكتور راشد على جهوده. أمانة أحدث ثورة نوعية في العمل في هيئة الشارقة. الزيارة هذه الأولى لمركز التحكم، مركز التحكم طبعا يعتبر الأول والفريد من نوعه منطقة الشرق الأوسط، ما يتميز به من شاشات عرض الحقيقة تمت صناعتها من كبريات الشركات العالمية بأحدث وسائل الحفظ المعلومات وسريتها. وتم اطلاع معالي الوزير على هذه الشاشات وأهميتها، وأهمية الحقيقة توزيع الطاقة بالطريقة الصحيحة على إمارة الشارقة كاملة. كما قام معالي سهيل المزروعي بزيارة ميدانية للمكتب الرئيسي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالمنطقة الغربية في عجمان للوقوف على النقاط الإيجابية ومعرفة احتياجات الجمهور، حيث التقى معاليه بالموظفين والموظفات بالهيئة ومجموعة من المتعاملين. تأتي هذه الزيارات بهدف معرفة الاحتياجات عن قرب والاطلاع على جودة الخدمات المقدمة للجمهور عبر الهيئات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات. تأتي هذه الزيارة من معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة للاطلاع على سير العمل في مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. لأخبار الدار، محمد الهنيامي.